إذا من هذا المنبر هذا بغيت نحيي الناخب الوطني الركراكي اللي كلنا ثيقين فيه وكلنا وراءه إن شاء الله، وغنساندوه على التوليفة المزيانة، وكنتمناو المنتخب الوطني حظ موفق في الاستحقاقات ديال المونديال وكاع الدول المشاركة من إفريقيا وكذلك الدول العربية اللي منها تونس وقطر والسعودية. إن شاء الله هذا العام غيكون استثناء وغنشوفوا فريق وطني اخر مغاير على الفرق الوطنيه اللي كنا شفنا في النسخه السابقه، وهذا رجع بالاساس للحنكه ديال المدرب اللي كاع الناس كانت كتناشد باش انه يتولى المسؤوليه ديال اداره المنتخب الوطني. كاع المغاربه كانوا كيناشدوا انه يكون ناخب المنتخب الوطني لعدة اعتبارات، أولها لأنه مغربي الأصل ومغربي الجنسية وعنده واحد الغيرة وواحد الروح المنتخب، ثانيها أنه خدم على راسه واللي خدم راه كيوصل، كان عنده واحد الهدف بغى يحققه، كان قالها يعني في مجموعة من اللقاءات والحوارات الصحفية ملي كان كيدرب فتح الرباطي، على أساس أنه عنده واحد الهدف بغى يخدم عليه بغى يوصله، وفعلا الغاية تحققت نسبيا واخا ماشي 100%، والوصول للمنتخب الوطني في حد ذاته فهو راه إنجاز. كذلك بغيت نهني اللاعبين ديال المنتخب، فأي لاعب حظى يعني بهذا الشرف ديال تمثيل بلاده فراه ماشي شي حاجة اللي سهلة، باش تحمل القميص الوطني فهي راه تكليف أكثر مما هي تشريف، فحتى هاد اللعابة احنا كندعموهم والله يوفقهم، وبغينا إن شاء الله كرة القدم المغربية تزيد من الحسن الأحسن إن شاء الله. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد طول هذا الانتظار على ود اللائحة الوطنية اللي كنا كنتظروا في فريق الصبر في قناة الرياضية مع 12، كان النبأ السار لجميع المغاربة على ود اللائحة الوطنية المشاركة إن شاء الله في كأس العالم، لائحة جد جد إيجابية إن شاء الله بحول الله، وليدات صغار بلال الخنوس، مزراوي، حكيمي، زلزولي، حاريت، الحمد لله تجمع ملي جا وليد الركراكي ومشى المدرب السابق نادر الشؤم، الحمد لله جا وليد الركراكي جمع توليفه من خير اللعابه الوطنيه المحترفه خارج الديار ولعابه وطنيين. عندنا امر بالله كبير اننا غادي نمشيو ونقطعوا اشواط كبيره في هذا المونديال ان شاء الله بحول الله، بدعم من صاحب الجبل نصره الله واياده، وبدعم من الطاقم التقني برئاسه القجع، غنمشيو ان شاء الله بعيد، وبدعم من الجماهير المغربيه المتواجده في قطر والجماهير العربيه اللي كتوجد هذه مده تقريبا 15 يوم. غادي يكون عندنا جمهور جد جد رائع، مونديال جد رائع، وغنقطعوا ان شاء الله اشواط كبيره في هذا المونديال، وانا كنوعدكم دومي فيلا ان شاء الله بحول الله، ماشي عاطفه وانما ان شاء الله بحول الله بالقلب.